سلامات يا حلوين. هسا الكابتن اليوم كابتن فوق العادة، كابتن فاخر على الآخر زي دائما زي ما نحكي لكم. صلى على رسول الله، اللهم صل على محمد. عندنا اليوم الكابتن حسن عبد الفتاح، شاطر حسن 18-5، كابتن المنتخب وكابتن الوحدات، يعني أقول لك أنا مش مصدق. وكابتن طبعا هو له معزة خاصة في قلب لأنه محسير. So today I'm showing you one of my best players that I have seen ever in my life, my cousin. He's now a coach, and we will see him soon. Coach Hassan Abdel Fattah, the captain for the national team of Jordan, and the captain for Wahdat. It's a long story between me and him. أنا مواليد 17/8/1982، لعبت بالوحدات عام 1995، درجت بالفئات العمرية لحد 2019، احترفت تقريبا 11 سنة في دول متعددة من الخليج اللي هي قطر، الإمارات، الكويت، سوريا. لعبت تقريبا 5 سنين في قطر، 2 سنين في سوريا، 1 سنة في الكويت، 1 سنة في الإمارات. ولعبت وانا الحمد لله بفضل الله 17 سنة لعبت المنتخب، الهداف التاريخي للمنتخب ب 37 جول ما شاء الله، ثالث الهدافين التاريخيين في نادي الوحدات 146 جول ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طبعا انا بتربطني علاقة قرابة بالاستاذ او الكابتن جهاد صالح، الله يحفظك. كنا نتواصل تقريبا من 10 او 12 سنة. الحمد لله بجوز يعني من فترة زي ما يقولوها من فترة طويلة ما تقابلنا، لكن شاءت الظروف سبحان الله انه نتقابل اليوم. طيب كابتن حسن، يعني باللغة الانجليزية بسيطة، يعني هاو ماني جولز، كم هدف دخلت في الوحدات؟ 142 146 جولز هي سكور في الوحدات. هاو ماني ييرز، كم سنة؟ لعبت في الوحدات من 99 2019 تقريبا، يعني 21 سنة. 22 ييرز، اولموست 22 ييرز هي سكورد 164 جولز ان ذيس لونج تايم. هي از توب سترايكر، هي از سوبر بلاير، لايك هي از فيري فيموس. قطر، شو بتحكي عن قطر؟ لك ذكريات في قطر؟ يعني قطر بصراحة هي دولة احترافية على أعلى مستوى. قطر يعني أنت الملاعب، التحضيرات، نعم، المسابقات، الإمكانيات العالية اللي عندهم تسمح لهم أن تكون دولة محترفة جدا. صحيح. قطر ينقصها فقط الحضور الجماهيري، وأتوقع راح تكون من أفضل دول العالم كإمكانيات، كدوريات، وخصوصا التحضيرات الفنية والإعلامية والإدارية. لعبت تقريبا 5 سنين في قطر، كانت من أفضل السنوات إلي في كرة القدم. هداف مرتين أتوقع، أخذت هداف في سنة 2015، وحصلت على أحسن لاعب في الدوري القطري ما شاء الله. يعني بتقول قطر هي احتراف كرة القدم صراحة بالنسبة للدول العربية، تفرق كبير بحالة الإمكانيات وحالة الفنية والتحضيرات. قلت لك قطر قاعدة بتشتغل على نفسها أنه تكون يعني من أحسن دول العالم، من رواد في الرياضة. طبعا كوتش حسن هي كوتش ناو، so we'll get to that point soon, but he played for Qatar for like 5 years and he was the top striker in Qatar. Imagine that. So next year we have World Cup in Qatar. He was the top striker in Qatar. Not only that, I want to remind him and you guys that he is the analysis person, the coach for the Bein Sport. You know Jazeera Sport? He was one of the analysis people in that channel. طبعا كنت محلل الرياضي ما شاء الله عليه كابتن في الجزيرة وفي بين سبورت. نعم. يعني هذا كمان ما شاء الله احنا بنفتخر في لاعب من لاعبة المنتخب وكابتن في الوحدات وفي المنتخب انه يدخل على الجزيرة في اوسع ابواب زي ما بيحكوا في التحليل الرياضي. طبعا يعني اكيد جلس في على نفس القاعة معك يعني اسماء كبار من العالميين ومن المدربين. اكيد. فهسه حنحكي عن الطفولة. القصة بعرفها بس ممكن بعض الشباب ما بعرفوها، اللي هي وانت صغير طبعا في الوحدات ترعرعت في النادي. كم كان عمرك وكيف طلعت على الوحدات؟ والكابتن حسن طبعا مجتهد ما شاء الله منذ الصغر، يعني شاطر حسن معروف على مستوى الأردن، على مستوى حتى بسوريا، حتى في الكويت بحبوا ما شاء الله الكابتن حسن. يعني هي في البداية بصراحة كنت في تعرف في حي المحاسن. نعم، في نعم، دوري جبل التاج. في دوري المدارس كنا نشارك مع مدارس الفتح التاج الإعدادية الأولى اللي هي الابتدائية عفوا. نعم.
في عام 1995 اتصل في احد الاقارب اللي هو الكابتن مصطفى عمر قال لي انه الوحدات طالب مواليد 82 ما شاء الله. للمرة الاولى بصراحه ما كنت مقتنع بالفكره انه يعني موضوع لاعب كره قدم وفي نادي وارتباط وكذا يعني ما كنت. ولا طبعا حديثك احنا توجه له تحيه للكابتن ابو عمر هو خدم الوحدات اكيد خدم طبعا الكابتن مصطفى عمر مصطفى له صولات وجولات ما شاء الله في الانديه الاردنيه له صولات وجولات في انشا جيل كبير انشا يعني جيل كبير جدا للوحدات وتقريبا له 10 سنين كمدرب في نادي الوحدات وانا من اللاعبين اللي بعد رب العالمين الكابتن مصطفى عمر كان له فضل علي في بداياتي هذا طبعا سر ما طبعا يعني لا هو صحيح من انه قرابه يعني ابن عم لي لكن بعد ربنا له فضل لي ويعني زي ما بقولوها من ينكسر الناس ما يعني صحيح صحيح فضل الناس عليه يعني طبعاً. ما في خير يعني. كان كم كان عمرك بالضبط؟ كان عمري 13 سنه 13 هي واز 13 وان هي جويند الوحدات كلوب. رحت بصراحه في تجربه في نادي الوحدات الحمد لله رب العالمين تم الموافقه علي وسجلي بعديها درجت بسن 15 16 17 بسن 17 كنت العب في سن 17 و 19 بالفئات العمريه مع جيلين بعدين وكنت اتدرب مع الفريق الاول بعد ذلك الحمد لله رب العالمين رحت منتخب اولمبي ومنتخب الاولمبي كنت اخذت جائزه افضل لاعب في بطوله تايلاند الدوليه عام 99 وتم الحاقي للمنتخب الوطني وانا عمري 18 سنه تقريبا ما شاء الله لا اتدرجت في المنتخب تقريبا يعني كاساسي من 2001 لل 2018 وبعديها يعني الحمد لله رب العالمين اعتزلت اللعب دوليا وتزلت والله احنا زعلنا كثير يعني هدفك في المباراه الزلي طبعا انا حضرته انا يعني من اشد المعجبين فيك حتى في كندا مع انه فرق التوقيت يعني 9 ساعات بس صراحه ما رحت على المباراه لك طبعا كابتن حسن وزي ما قلت لك احنا متابعينك وين ما تروح يعني وهسه احنا مبسوطين يعني. معك ومبسوطين عليك انك ما شاء الله هسه مدرب حاليا مدرب في نادي معانا ما شاء الله هسه انت معك شهادات الاحتراف انا اخذت بعد ما خلصت كره القدم على طول اخذت دوره البي والبي لانه انا السي في عالي كان ما شاء الله عندي الحمد لله ودوني على البي على طول اخذت فيها افضل يعني افضل مدرب فيها ما شاء الله. تم ترفيع على الاي على طول بعد شهرين اخذت الاي ما شاء الله This is a big achievement by the way بعدين الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمني واخذت دوره لياقه الفيفا ما شاء الله عليك والان ان شاء الله بنتظر ان شاء الله شهر 9 اني اخذ دوره البرو ما شاء الله ان شاء الله يعني اتممت ما شاء الله يعني هذا زي ما حكيت لك احنا بنفتخر فيك والله بعدين زي ما بتحكوا دائما يعني اللاعب لما يعتزل بصير له كرش كابتن حسن ما شاء الله عليه سليم هيز فيري سليم ما شاء الله عليه الله يحفظه طبعا وفي عنده كمان موهبه في البيت بتستنى وزي ما حكيت له انا في عندي يعني فرص ان شاء الله ربنا يعني الرزاق دائما في ابنك ما شاء الله بيلعب كره اسمه لعيب موجود في نادي الوحدات يعني نعم. هو كان في اثناء تواجده في قطر كان يعني زي ما بقولوا على شفا حفره انه يتجنس قطري ونادي الدحيل القطري لكن سبحان الله الظروف اللي صارت سياسيه بين السعوديه وقطر ما صار نصيب تراجعت قطر عن تجنيس عمره هسه كم هو عمره مواليد 2007 14 سنه محمد ما شاء الله طيب اكيد دخلت جوال كثير وعندك ذكريات بدنا افضل جول في الوحدات انت دخلت الوحدات كمنتخب بعز عليك كثير وفي كمان اسئله ثانيه هسالها على الوحدات والمنتخب يعني هو اجمل اهداف تقريبا هدف كوبي بيست كان بين الوحدات والمنتخب او كاجمل اهداف يعني نعم. لكن اغلاها في اهداف كثيره غاليه علي في نادي الوحدات كان اجملها اتوقع في نادي ذات راس ذات راس نعم 2010 اغلاها كان مع العربي في دوري 2004 2005 مع دوري 94 حصلنا فيه على بطولة الدوري ما شاء الله قلت لك هدف حاسم يعني كان هدف حاسم الهدف الجميل جدا كان في المنتخب ايضا كوي بيست عن هدف ذات راس في 2010 اللي هو هدف ثاني في طاجكستان سجلت هاتريك نعم نعم الهدف الثاني كوي بيست نزلت لك كمان صورة فيه والله ايوه لكن اغلى الاهداف اكيد يعني كان في كأس اسيا كأس مع آسيا. المنتخب الياباني مع الكابتن عدنان مع الكابتن عدنان نعم طيب احنا بدنا حكينا الكابتن عدنان ما نحكي هسه عن اللاعبين احنا امبارح شفنا كابتن رافت يعني ما شاء الله عليه كابتن رافت كابتن هيثم كابتن عوض راغب اكيد في اسماء كثير يعني كانت زملاء لك في الملعب مين اكثر واحد بيعز عليك في الملعب ويعني انا عارف هذا السؤال شوي يعني صعب بس يعني هيك اسماء يعني انت بتحب تلعب معها في الفريق في المنتخب او في النادي وكمان مدربين تمام يعني هو شوف بصراحه في نادي الوحدات يعني انا قلت لك تدرجت لحد 99 كنت فريق اول في عام 99 كان معي موجود رأفت عامر شلبايه لحقت اسم العموري طبعا ما شاء الله تاريخ كابتن ما شاء الله. يوسف كابتن جمال محمود كابتن عصام ما شاء الله. لكن هو الكباتن رأفت شلبايه وعامر وعوض
وباسم فتحي تدرجوا معي حتى نهايتي يعني. فكان تقريبا بينه يعني لعبنا مع بعض ما يقارب 15-17 سنة ما شاء الله. فكانت يعني سنوات طويلة يعني حافل الحمد لله بالإنجازات ما شاء الله. حفظنا بعض عن غيب يعني زي ما تقول كمان عمر أكيد عمر طويل كان في بيننا خبز وملح كنا جيران في السكن. فهاي الأمور كانت يعني دائما نظرتنا لبعض إنه إحنا أهل وإخوان مش بس لاعبين مع بعض في نادي واحد. طيب وبقية الأندية يعني كيف كان علاقاتكم بالأندية؟ تعرف الوحدات الفيصل أقطاب الكرة الأردنية طبعا ما شاء الله، كيف عقدت مع الكابتن بهاء عبد الرحمن مثلا، كابتن مثلا يعني شباب الفيصل، شباب الرمثة، شباب الجزيرة، كيف علاقتكم مع بعض لو كنتوا في المنتخب في الغرف الغيار وهالشغلات؟ يعني علاقاتنا مع الأندية بصراحة مع اللاعبين بصراحة كانت علاقات جيدة جدا يعني، وهو على أفضل يعني. يعني احنا بهاء عبد الرحمن، مؤيد أبو كشك، نعم، حسون الشيخ، حاتم عاقل، خصيب أبو علي كمان لعبت معهم في المنتخب فترة طويلة. صحيح صحيح. يعني خصوصا انه كان شريك غرفتي كان على الفترة الأولى كان مؤيد أبو كشك، الفترة الثانية كان بهاء عبد الرحمن. وجههم التحية طبعا للكباتن، التحية طبعا اخواني واصحابي واهلي. لذلك يعني دائما علاقه اللاعبين في بعض دائما الجماهير ما بشوفوها بس عدا عن المشاحنات الموجوده بين طبعا الكابتن حسن. انتم عارفين مش لازم احكي، كابتن حسن معروف بخلقه وانتم شايفين ما شاء الله عليه الشاطر حسن، خلق وادب وفن ومهاره يعني، كابتن التاريخي الهداف التاريخي للمنتخب ما شاء الله عليه. كوتشز يعني مين لهم كان اثر على الكوتش حسن؟ اكيد يعني في البدايه قلت لك انا الكابتن مصطفى عمر في بدايه عمري اللي هو الكوتش المحسيري. نعم. بعدين الكابتن الله يسهل عليه الكابتن عمر سعاده برضه. نعم. من محسيري. نعم. بعدين درجت للكابتن عزت حمزه والكابتن. نعم. ناصر يرحمه. حسان الله يرحمه وسهل على الكابتن ناصر. بعدين طبعا الفريق الاول الكابتن ناصر حسان ساعدني والكابتن عيسى الترك. نعم. شيخ المدربين المنتخب الوطني رحمة الله عليه طبعا شيخ مدربين العرب الجوهري محمود الجوهري رحمة الله عليه استدعاني رحمة الله عليه تعيش. فكانت يعني المدربين لهم فضل علي بعد رب العالمين. كابتن عدنان حمد بصراحة في احترافي كان له فضل علي. كابتن عدنان حمد هسه ما شاء الله رجع كابتن المنتخب كابتن عفوا هو مدرب المنتخب مدير فني للمنتخب الفني. نعم. ف يعني زي ما بقولوا بنقدم لهم الشكر والاحترام والتقدير وان شاء الله ربنا يقدرنا ويرد لهم الجميل ما شاء الله. طيب كابتن بديش اطول عليك انا بس شو رأيتك للأردن كبلد وللشباب للكرة وللجيل الصاعد؟ يعني أنت هسه ما شاء الله عندك أكيد بمعان. أنا دربت يعني بصراحة أكيد سنتين لاعبين كثير. سنتين دربت منتخب الشباب 15. الوطني 2006-2007 ودرب كنت. هم كم عمرهم كان؟ كان السنة الماضية الحكي كان تقريبا عمرهم بين 14 و15. أنا بهاي المعنى. و2005 كنت مدير فني دربتهم سنة كاملة بصراحة يعني. عندنا أجيال رهيبة جدا، إمكانيات عالية جدا، الروح عندهم عالية جدا. لكن انت عارف الاردن دائما كره القدم اساس كره القدم هو المال يعني تنقصنا بعض يعني الاموال حتى نقدر يعني هاي المواهب نطلعها وناسسها بالشكل الصحيح حتى نوصل فيها للمنتخبات الوطنيه. طيب كابتن شو يعني نحكي للشباب اللي بتابعونا؟ يعني انا حكيت لك في كندا ما شاء الله في يعني ربنا اعطاني الاجتهاد واجتهدت انه جبنا يعني لباس الوحدات لفريق يعني لفرق اللي بدربها والاكاديميات اللي اسويها غاد. حاليا انا بشتغل في مؤسسه اسمها فري بلاي فور كيدز. هاي المؤسسه طبعا هي كنديه في 20 مدرب وانا يعني الحمد لله فضل الله تعالى وبفتخر فيها الشغله هاي دائما برضى الله تعالى وبرضى الوالدين توفيق الله ثم رضى الوالدين يعني احد المدربين العرب او الوحيد يعني العربي. وهاي كان يعني يلعب فيها اللي هو الفونسو ديفيز لانه هو كان عندنا هو صغير. فاحنا صراحه يعني ككندا في عندنا البنى التحتيه وهاي انتم ما شاء الله عليكم عندكم الكباتن. فان شاء الله يعني في المستقبل يكون في برنامج تعاون ان شاء الله ان شاء الله للشباب يعني وصل مثلا على التوجيه مثلا في عندنا فرص للجامعات ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. يعني احنا يعني بجوز يعني يكون هاي فاتحه خير بيننا وبين الكابتن جهاد انه يكون في بيننا توأمه بين اللاعبين. ممكن احنا نودي لهم لاعبين خصوصا انه عندنا اكاديميات في الاردن على مستوى عالي ما شاء الله. وعندنا اكاديميات بتشارك في اوروبا وبتشارك في الدول العربيه في المنتخبات العربيه. يعني احنا الاردن يعني خصوصا الكشافين يعني على مستوى العالي. وان شاء الله الكابتن جهاد بيكون يعني الله من الناس اللي بتكتشف اللاعبين الاردنيين وترسلها لكندا والدول الاوروبيه. يعني الشرف والفخر وان شاء الله انه بلكي ربنا كتب لنا عمر ونكون موجودين في كندا يعني نكون مشاركين في هاي الاكاديميات ما فيش بعيد يعني. كل شيء يعني سهل وعلى النصيب ان شاء الله. دائما المدرب او اللاعب اللي بيكون عنده طموح ومجتهد وبيشتغل بما يرضي الله اكيد ان شاء الله ربنا راح يكرمه ويكون ويسير. والدليل يعني مورينيو سبيشال 1 اصلح سبيشال 1 في العالم هو عمر ما لعب كره القدم
كذلك كلوب يعني من اللاعبين اللي ما لعبوا كرة قدم كثير وهو من أفضل مدربين العالم. صحيح. غوارديولا ما كان النجم الساطع في إسبانيا لكن هيو من أفضل مدربين العالم. ما شاء الله كابتن موسوعة. مش شرط إنه يكون اللاعب يعني المدرب يكون لاعب سابق، ومش شرط يكون اللاعب الكبير يكون مدرب كبير يعني. صحيح. مدرب صحيح. كبير كمثال مارادونا. صحيح. ما كان من اللاعب الجيد من مدربين جيدين أو يعني في اجتهاد شخصي بكون. أكيد اجتهاد الشخصي للبني آدم لازم يتعب على نفسه حتى يعني يطلع أو يشتغل بالطريق الصحيح. بما أنه قاعد بيشتغل بالطريق الصحيح وتدريجيا أكيد راح ينجح. والمدرب اللي بيقول أنا فهمت كرة القدم ما أتوقع ما راح ينجح. المدرب دائما بطور نفسه. يعني أنا للسنة الماضية في مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام كان مدرب توتنهام مورينيو وكان مسمى بالسبيشال ون. بعد مباراة ليدز قال أنا اليوم تعلمت كرة القدم يعني رغم غرور تواضع يعني كبر لا الغرور الموجود عند مورينيو قال لك أنا اليوم تعلمت كرة القدم. طبعا هو شاهد بيلسا كيف بالحالة الهجومية بيطلع الظاهرين كيف بيضغط كيف بيصير تبادل اللاعبين. فأكيد يعني كرة القدم موسوعة تبدأ لا تنتهي. علم هو علم طبعا علم وفن ومهارة كمان وتبدأ لا تنتهي بصراحة. والمدرب طول ما أو كل ما تواضع كل ما راح يتعلم وكل ما يصير. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الله يحفظك وبتمركز التوفيق ما بنطول عليك. أنا في جهزنا هدية بسيطة يعني من كندا إن شاء الله نقدمها للكابتن حسن. يعني هدية متواضعة بس عليها شعار كندا للتواصل إن شاء الله في المستقبل. وزي ما حكيت لكم الكابتن حسن ما شاء الله غني عن التعريف يعني إحنا فخورين وسعداء نكون معك اليوم. اسمح لي نقدم لك الكابتن هدية إن شاء الله. ربنا يوفقك ويحفظك وكل التوفيق لك في مسيرتك الكروية والتدريبية طبعا. يعني أول شيء مشكورين دائما هي الهدية مش بقيمتها. الهدية زي ما بيقولوها لما تكون من القلب تكون أجمل وتكون أفضل. مشكورين على هاي المقابلة تشرفت أن أنا أكون متواجد معكم. مشكورين على هاي الهدية وإن شاء الله زي ما وعدتكم أنه أنا دائما من يدكم هاي لأيدكم هاي أساعدكم وتساعدوني أكيد إن شاء حتى الله نوصل إن شاء الله بلكي يعني المستقبل قدرنا نوصل لتوأمة إن شاء الله. وإن شاء الله أنه قلت لك يعني دائما اجتهاد كل شيء بينجح وبيصير بإذن الله تعالى. نشكر كمان الأخ محمد القصراوي أبو أكيد. أحمد وأخونا إبراهيم غانم يعني على التصوير. بارك الله فيك كابتن محمد وبارك الله فيك إن شاء الله. نشطر عليك بالعكس سعيدة كابتن سيدة الله خليه تشرفنا وأخونا محمد بارك الله فيك الله يحفظك إن شاء الله. عام بينه وبين خليل بن عطية تلعب رأسية جول 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 هدف أول للوحدات هدف أول للوحدات. حسن عبد الفتاح يبدو التعب من كلامي وأبدع وتألق وسجل هدف. كنت في الموسم الماضي الأروع ذهب بمسابقة دوري أبطال العالم. عيسى السباح بحاول يعدي مع الكرة في المنتصف أمامية المرة دي. هنا البينية بتتلعب عند عيسى السباح اللي عدى لاعب عرضية جوه منطقة الجزاء. يا أبو علي روح يا حسن ابو علي انت يا حسن يا ابو علي روح يا حسن ابو علي انت يا حسن ابو علي ابو علي ابو علي حسن عبد الفتاح حسن عبد كما نتابع ولكن نتابع الرجاء عايده حسن عبد الفتاح يطلقها من بعيد. الله 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 المباراة تنتهي على أرض الميدان.